بس وقف، يلا اظبط الكادر. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، بسم الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ها قد بدأت المتعة الحقيقية للأحياء يا أولى ثانوي. بدأنا وعدنا خلاص الحمد لله الكلام بتاع الجزيئات، الكلام اللي هو كيمياء أصلا، كربوهيدرات ولايبيدات وبروتينات وأحماض نووية. كان ممتع، اوعى حد ينكر. والكلام بتاع الانزيمات والتفاعلات البايوكيميائيه والحراره والبي اتش والانزيمات والعوامل المثبطه وتزود وتقل وطرد ثم عكس والحوارات الغريبه دي. والميكروسكوبات وشويه العلماء اللي كل واحد طلع له بكلمه فسجلنا اسمه، روبرت هوك وفان ليفن هوك وشلايدن وشوان الحيوان، مش بشتمه، شوان اللي اتكلم عن الحيوان، وفيرشو والميكروسكوب الضوئي والميكروسكوب الالكتروني والكلام اللي هو ما مش حاسس كده ان هو ليه علاقه بالاحياء، الى الكلام الحقيقي. هنبدا بقى في تركيب الخليه وعضيات الخليه على مدار درسين هياخدوا مننا ثلاث حصص ان شاء الله او حصتين على حسب الوقت يعني. وبعد كده نتكلم عن الانسجه النباتيه والانسجه الحيوانيه، ونبقى كده ختمنا الترم الاول باذن الله. وعايز افكرك ان احنا عاملين عرض على الترم الاول كاملا، بشرحه بحله بمذاكرته بالامتحانات بشوامله بالمراجعات النهائيه بالزتونه بحاجه اسمها الروشيتا وحاجات كده ان شاء الله هتبقى في المراجعات النهائيه ان شاء الله، والكبسوله وحل الامتحانات الشامله ده كله كده على بعضه بعرض كويس جدا، تقدر تلاقيه على المنصه. انزل تحت في وصف الفيديو هتلاقي كل حاجه. وهيا بنا نبدا وندعي مع بعض ونقول: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. بسم الله. احنا جايين نتكلم عن ايه؟ عن تركيب الخليه. يبقى العنوان اللي هنبدا نتكلم عنه تركيب الخليه. الخليه دي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه زي المدينه كده. المدينة بيبقى ليها أسوار خارجية، يا سلام على الدايرة اللي طلعت مظبوطة. أسوار خارجية، ممكن يبقى سور أو سورين. هفهمك دلوقتي. وعندنا مركز المدينة القصر الملكي. والقصر دوت بيبقى فيه سور بيحوطه، سور مهم جدا، تمام؟ السور بتاع القصر. تمام. وكمان القصر دوت بيبقى فيه أهم حاجة، المعلومات بتاعة المواطنين وبتاعة الخلية. اللي هو الدي ان ايه. ويبقى في سكرتاريا القصر، يا نهار ابيض على الكلام الغريب. والقصر دوت الجدار بتاعه بيبقى مزدوج. وفي مداخل ومخارج مثقب، في فتحات. وفي مركز عشان ندي طاقه للخليه كلها. وفي مصانع شغاله. والمصانع ديت بانواع، ممكن تلاقيها خشنه كده ومنقطه، وممكن تلاقيها ناعمه ومزفلطه. السلام. وفي مصانع تانية شبه البلاستيدات الخضراء اللي بتعمل عملية البناء الضوئي. وفي حاجة اسمها فجوات مليانة مية وملح. وفي حاجة اسمها جسم مركزي. حوارات كتير كده، عضيات موجودة في الخلية أو مرفقات أو مرافق موجودة في المدينة. يبقى أول حاجة أسوار المدينة الخارجية اللي ممكن تكون جدار خلوي وغشاء خلوي، وممكن تكون غشاء خلوي فقط. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، اي خليه عندها غشاء، ولكن ممكن يبقى عندها جدار او لا. يبقى الجدار دوت او لا، ممكن او لا. الغشاء الخلوي كده كده موجود. بعد كده مين اللي جوه دي؟ دي النواه. والنواه هتلاقي عندها غشاء نووي اللي هو ميم ميم، مزدوج زي ما انت شايف طبقتين ومثقب في فتحات. وعندها المادة الوراثية الكروماتين. وعندها حاجة كده شبه النواة بس أصغر اسمها نوية. وعندها كمان سائل نووي، لا إله إلا الله، سائل نووي بتعوم فيه الكروموسومات أو الكروماتين، عايم في السائل النووي. والكروماتين ده اللي هو الدي إن إيه وشوية بروتينات. فاكرين البروتينات المرتبطة اللي هي كانت إيه؟ كانت ثيروكسين مع يود، كازين مع فوسفور، هيموجلوبين مع حديد، وكروماتين مع دي ان ايه، بروتين ودي ان ايه. ماشي. وعندك بقى السيتوبلازم. سيتوبلازم، السيتوبلازم فيه عضيات عددهم تسعة. التسعة دولت في منهم ثلاثة مش محترمين ماشيين عريانين، وفي ستة محترمين متغطيين. الغير محترمين دول بنسميهم عضيات غير غشائية، ما عليهاش غشاء، عريانة.
وفي عضيات ستة بنسميها عضيات غشائية عليها غشاء مستغطية. تمام؟ ركز بقى معايا عشان هنقول كلام دلوقتي حلو قوي. شايف كل اللي هنا ده، كل اللي جوه الأسوار اللي هو السيتوبلازم بالعضيات بتاعته بالنواب محتوياتها، ده كده اسمه البروتوبلازم. نعم يا اخويا، بقول لك بروتوبلازم اللي هو عبارة عن سيتوبلازم زائد نواة اللي هي كل اللي جوه الأسوار، بالإضافة إلى الغشاء الخلوي دوت إجباري كده كده موجود، والجدار الخلوي اختياري بيبقى موجود في الخلية النباتية فقط، إنما الغشاء في الخلية النباتية والحيوانية بدوت نبات وحيوان، أما الجدار الخلوي في النبات ومش موجود في الحيوان. من الآخر أنا ممكن أقول لك حاجة، الخلية عبارة عن بروتو بلازم زائد غشاء وجدار أو بدون جدار. والبروتوبلازم ده هو عبارة عن حاجتين، عبارة عن نواة وسيتوبلازم. وخلاص النواة احنا عرفناها بقى، عبارة عن غشاء نووي ومزدوج ومثقب وفيها مادة الكروماتين والنوية والسائل النووي. والسيتوبلازم فيه عضيات 3 عريانين و6 مستغطين. والغشاء موجود في النبات وفي الحيوان، والجدار موجود في النبات ومش موجود في الحيوان. لا اله الا الله، طب ما دي الخليه، طب ما الدنيا سهله ايه. احنا النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الغشاء والجدار، او الجدار الاول بعد كده الغشاء، ونتكلم عن النواه بعد كده، نتكلم عن العضيات ان شاء الله الدرس الجاي، عن العضيات الغير غشائيه والعضيات الايه الغشائيه. يلا بينا نتكلم عن اول حاجه وهو جدار الخليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الجدار الخلوي اللي هو السور الخارجي للخلية، ده موجود فين؟ موجود في خلايا النبات، وموجود في الطحالب، وموجود في الفطريات، وبعض أنواع البكتيريا، بعض البكتيريا. طب فين الحيوان؟ ما أنا قلت لك الجدار مش موجود في الحيوان. طيب حلو قوي، ده بالنسبة للمكان. مما يتكون؟ يتكون من سكر معقد اسمه السليلوز، والسليلوز ده هو زي ما قلت لك سكر معقد، بيتكون من سكريات أحادية، ادي جلوكوز جلوكوز كمان جلوكوز كتير بقى كتير وهكذا، يبقى عبارة عن جلوكوز كتير جدا ماسك في بعضه. ما انت عارف الجلوكوز سكر بسيط، لما نقول جلوكوز 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 ممكن يعمل نشا بس تتخزن في البلاستيدة، جلوكوز 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 يعمل جلايكوجين بس يتخزن في الكبد والعضلات بتاع الانسان والحيوان. طب جلوكوز 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 يعمل نشا على هيئة الياف، الياف كده عاملة شبكات فوق بعض عشان يعمل جدار الخلية. والكلام ده مش قديم، من زمان وانا قايل لك جدار الخلية في سيلولوز من اول درس بتاع الكربوهيدرات، صح ولا ايه؟ تمام، حلو جدا. يبقى اذا هو عبارة عن سكر معقد، هو السكر المعقد دوت بيبقى وزنه جزيئي مرتفع ولا منخفض؟ ذا وزن جزيئي مرتفع. طب استاذ بيبقى مسكر؟ لا، ليس له مذاق حلو، مش مسكر. طب بيدوب؟ لا، لا يذوب في الماء ولا في البنزين، ما بيدوبش في اي حاجة، ده السلوز ما بيدوبش. تمام، في معلومة بقى عن السلوز، السلوز محب للماء وكمان منفذ للماء، مش بس منفذ الماء، منفذ لكل حاجة. أنا بحب أسميه سداح مداح وكل شيء مباح. اكتبها أنت عندك، أنا مش هكتبها على السبورة طبعا، ما اكتبش أنا الكلام ده، أقوله أه لكن أكتبه ليه؟ الأدبية، اكتب كده الجدار الخلوي سليلوز سداح مداح وكل شيء مباح، يبقى السليلوز سداح مداح وكل شيء مباح. يعني ايه كل شيء مباح؟ يعني منفذ، لانه بيبقى مثقب فيه ثقوب، الثقوب دي بتعدي اي حاجه للخليه، بتعدي الميه والاملاح والاملاح كل الاملاح. تمام، فيبقى منفذ. انت عارف يعني ايه محب الماء؟ اقول لك معلومه، السلوز ده بيتصنع منه المناديل، المناديل الورقيه. هات كده المنديل وحطه على اي شويه ميه هيشفط الميه، محب للميه. طب هات المنديل ده وعصره هتلاقيه بيعدي الميه، منفذ للميه، عامل زي السفنجه تمتص الماء وتنفذها. يبقى ده مين؟ ده الجدار السلوزي، منفذ للخلايا، منفذ للماء والاملاح.
ليه؟ لأنه بيبقى مثقب ومحب للماء، وهو عبارة عن سكر معقد. يعني إيه سكر معقد؟ يعني بيتكون من مجموعة من السكريات البسيطة مرتبطة مع بعضها، جلوكوز 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 جلوكوز، ويبقى موجود في الخلية النباتية والطحالب والفطريات وبعض أنواع البكتيريا، بس مش موجود في الحيوان. طيب هو إيه وظيفته للخلية؟ أول حاجة حماية وتدعيم الخلية، حماية وتدعيم. وكمان كلمة مميزة، بيدي شكل للخلية، شكل الخلية. يعني ايه؟ اصل بعض الخلايا النباتية بتبقى عاملة كده، مدورة او بيضاوية، بعض الخلايا النباتية بتبقى مستطيلة، بعض الخلايا النباتية بتبقى مربعة، بعض الخلايا النباتية بتبقى على شكل خماسي او شكل سداسي. مين بقى اللي بيحدد الشكل الخارجي للخلية؟ هو الجدار الخلوي، هو اللي بيدي شكل الخلية. وكمان بيسمح بنفاذ المواد الى الخلية، لان قلت لك ان هو ايه؟ مثقب، سداح مداح وكل شيء مباح. ما بيقولش لا، وده مش منطقي، لان المفروض اللي يبقى واقف بره الخلية يختار. الخلية محتاجة الحاجة دي تدخل، مش محتاجاها ما تدخلش، يبقى على حسب حاجة الخلية. مين اللي بيعمل بقى على حسب حاجة الخلية؟ الغشاء الخلوي رقم 2. على فكرة انا خلصت الجدار الخلوي، متخيل؟ يلا ندخل على رقم 2، الغشاء الخلوي، او يسموه الغشاء البلازمي. طب ده موجود فين؟ موجود في النبات والحيوان والخلايا الحية بشكل عام. حلو قوي. طب الغشاء بيتكون من ايه؟ بيتكون من 3 حاجات، ركز معايا قوي بقى عشان نفهمهم. تعال بس نرسم الغشاء الخلوي وافهمك بعد كده. اول حاجة هتلاقيه بيتكون من طبقتين، كل طبقة عاملة كالآتي، لها رؤوس زي ما انت شايف كده، جهة الخارج وجهة الداخل، وزيول تواجه بعضها البعض، الزيول في النص كأنك عامل سندوتش، الحشوة بتاعت السندوتش الديول، والتوست اللي انت حاطط فيه السندوتش رغيف العيش ده عبارة عن الرؤوس. وبعد كده بتلاقي حاجة كده مغروزة وسط السندوتش عاملة زي الشبشب كده، ده عبارة عن بروتين. وبعد كده تكمل اهوت، كل واحدة ليها راس وديلين، راس ديلين راس ديلين راس ديلين. وبعد كده بتلاقي حاجة عاملة كده نهوت مثلا عم ان شاء الله ما حد حقوش، يلا مش خسارة فيكم. وبعد كده بتلاقي كمان حاجات عاملة كده، ايه الكلام دوت بقى؟ تعال اقول لك ايه الكلام ده. الرؤوس ده هي تعمل حاجة، تعال مثلا نخليها باللون الاحمر، الرؤوس دي كده، ديت رؤوس محبة للماء. ليه بقى؟ لان بره الخلية في مية، يعني ان هو في مية. طب وجوه الخلية برضو في مية، فتلاقي اللي ناحية بره وناحية جوه هي الرؤوس المحبة للماء. دي كده رؤوس محبة للماء جهة الخارج، وديت برضو رؤوس محبة للماء جهة الداخل. انا معرفش ايه الرؤوس دي، هقولك كمان شوية. بعد كده مين دول؟ دي عبارة عن زيول، زيول بس مالها بقى؟ بتكره المية، كارهة للماء، عشان كده مش المية جوه فهي داخلة، مش المية بره فهي داخلة، مش المية جوه فهي خارجة، فتلاقيهم مقابلين بعض. الزيول تقابل بعضها بس ما تقابلش المية، ما ينفعش الموضوع يتعكس. الزيول ما تنفعش تبقى ناحية بره وجوه، لأن كده هتبقى مقابلة للماء وهي بتكره المية. تمام. الزيول المحب الكارهة للماء والرؤوس المحبة للماء، دول الاتنين على بعض كده اسمهم فوسفوليبيدات. يا نهار أبيض، يعني تاني كده عشان بس اللون يبقى جميل. يا سلام على الألوان أهوت. ركزي معايا يا ست الكل، انا عارف ان انت وراكي حاجه والاستاذ دلوقتي عمال يلون، معلش انا والله العظيم مش فاضي برضه، بس يعني ايه الشغل شغل. كان نفسي ادخل كليه فنون جميله. ده كده الرؤوس المحبه للماء والزيول الكارهه للماء، بتاعت مين؟ بتاعت الفوسفوليبيدات. يبقى اذا اول حاجه عندنا هي دي كده اسمها فوسفوليبيدات. حد يقول لي دي كانت ليبيدات؟
بسيطة ولا معقدة ولا مشتقة؟ أحسنت، معقدة، هنقولها كمان شوية. طب أنت عارف مين الحاجات الصفرة دي كده؟ الحاجات الصفرة ده هي دي كده دي كده، ده كوليسترول. إيه ده؟ ده الكوليسترول برضو لايبيدات، بس لايبيدات مشتقة. يبقى بالله عليك قبل ما أنسى أستاذ اكتبهم لي كده لحسن أنساه. ماشي يا عم اكتبهم لي. الفوسفولايبيدات عبارة عن لايبيدات معقدة، أفكرك بقى كمان شوية. والكوليسترول عبارة عن لايبيدات مشتقة، أهو عشان كله يبقى زي بعضه، مشتقة. حلو قوي. طيب مين بقى اللي عامل زي الخيال المآتة في النص دوت؟ ده كده، ده عبارة عن بروتين مطمور. بص ده عبارة عن إيه؟ بروتين، بروتينات مالها كأنها مطمورة، مغروزة، مرشوقة، بروتينات مطمورة. حلو قوي. يبقى انا قلت كام حاجه دلوقتي؟ انا قلت ثلاث حاجات، ناقص لي حاجه. شايف الحاجات الشراشيب اللي طالعه دي؟ دي بتبقى عباره عن كربوهيدرات من هيكل الخليه، كربوهيدرات. حلو قوي. يبقى اذا تركيب الغشاء الخلوي بيتكون من اربع حاجات: لايبيدات، فوسفولايبيدات لها رؤوس محبه للماء وذيول كارهه للماء، ولايبيدات مشتقه اسمها الكوليسترول، وبروتينات مطموره مغروزه بتعدي من ناحيتين، بارزه من ناحيه دي ومن ناحيه دي، وكربوهيدرات. حلو جدا. تعالى بقى نتكلم عن كل واحده منهم. واول حاجه هي الفوسفولايبيدات. بس تعالى كده افكرك بتقسيمه اللايبيدات اصلا. اللايبيدات انت عارف اهي، لايبيدات كانت بتنقسم الى ثلاث حاجات: لايبيدات بسيطه، وديت عباره عن زيوت ودهون وشموع. زيوت، دهون، شموع، ملناش دعوه بيه. وكان عندنا لايبيدات معقده، ودي كنا نقصد بيها الفوسفولايبيدات، ودي اللي جايين نتكلم عنها. وعندنا كمان لايبيدات مشتقه زي مين ومين؟ زي الكوليسترول، وده احنا عايزينه برضو، عايزين نتكلم عنه. وكان في حاجه ثانيه اسمها استرويدات، اللي هي الاستروجين والبروجستيرون والتستوستيرون، الهرمونات الجنسيه. طب كلمني كده، هي الزيوت كانت عباره عن ايه؟ عباره عن جليسترول في 3 او اتش كحول ثلاثي الهيدروكسيل، وماسك في 3 احماض دهنيه غير مشبعه. اما الدهون نفس الجليسترول وماسك في 3 احماض دهنيه بس مالهم مشبعه، فدي بتبقى صلبه، دي بتبقى سائله، دي بتبقى مشبعه، دي غير مشبعه. والشموع كان كحول احادي الهيدروكسيل بس فيه حمض دهني ذا وزن جزيئي مرتفع. وكان زي ماده كده، حد فاكر اسمها؟ ها اسمها الكيوتين، اللي بتبقى على اوراق النباتات عشان تمنع فقد الماء اثناء عمليه النتح. طيب الفوسفولايبيدات كانت عباره عن ايه؟ ركز معايا قوي. كانت عباره عن الاتي: عباره عن دهون، ايه ده؟ يعني جليسترول، ثلاثي الهيدروكسيل، ايوه. وكان ماسك في 3 احماض دهنيه، بس عملنا حاجه، تم استبدال الحمض الدهني الثالث. يبقى ده الحمض الدهني الاول والحمض الدهني الثاني زي ما هو، ولكن جينا على الثالث وحطينا مجموعه فوسفات زائد كولين اللي كان فيه عنصر النيتروجين. ايه رايك ان احنا نعتبر دي الراس ودول الديول؟ يعني بص كده، دي الراس اهي والذيول. الراس هي الفوسفات والكولين، ديت رأس متأينة محبة للماء، تتكون من الفوسفات زائد الكولين، ودي عبارة عن زيول، ذيول غير متأينة كارهة للماء، اللي هي عبارة عن حمضين دهنيين. وده يفسر الكلام، ما الاحماض الدهنيه بتدوب في الميه ولا في الموزيبات الغير قطبيه؟ في الموزيبات الغير قطبيه زي البنزين ورابع كلوريد الكربون والكيروسين الجاز، بتدوب فيهم انما ما بتدوبش في الميه، عشان كده بتكره الميه. انما الفوسفات والكولين بيتأينوا، بياخدوا شحنه موجبه وسالبه والحاجات ديت، يتأينوا يعني، وطالما بتتأين يبقى بتدوب في الميه، محبه للميه. فدي الرؤوس والذيول. الله، ده الكلام ده كان قديم بس دلوقتي بيتفسر والدنيا بتنور والكلام. يلا ايه الحلاوه دي؟ الكوليسترول بقى، الكوليسترول كانت لايبيدات مشتقه ناتجه من التحلل المائي للبسيطه او المعقده، ودوت بيخلي الجدار متماسك
ويخليه سليم متماسك. ليه بقى؟ لان الفوسفوليبيدات فيها خاصيه قاتله. الفوسفوليبيدات جماعه بتبقى سائله زيتيه، يعني مايعه زي سائله. طب ما الغشاء اللي بيحمي الخليه من بره يبقى سائل زيتي. ما تخافش، ما هو الكوليسترول دوت بيجعله متماسك وسليم، سليما ومتماسكا، ما يخليهوش يسيب من بعضه. الله عليك. يبقى اذا اول حاجه الفوسفوليبيدات اللي هي رؤوس محبه للماء وذيول كارهه للماء، دي فوسفات زائد كولين، وديت عباره عن احماض دهنيه، حمضين دهنيين، ودي بتبقى لايبيدات معقده وبتبقى سائله زيتيه. طب دي مصيبه، ما تخافش، الكوليسترول بيجعلها متماسكه وسليمه، وافتكر ان هو من اللايبيدات الايه المشتقه. طب بالنسبه للبروتينات المطموره، تعالى بقى نتكلم عنها لانها مهمه جدا. رقم 3 بعد الفوسفوليبيدات والكوليسترول، بوم بوم، نعم بوم بوم، كلمه السر الجوهريه، بروتينات. دي البه الاوليه، بروتينات. الميم دي مطموره، بتعمل كبوابات، بوابات ومواقع تعرف او مستقبلات. بوم ده الاسم، بوم دي الوظيفه، به بروتينات، ميم مطموره، به بوابات، ميم مستقبلات. يعني ايه الكلام ده؟ بوابات عشان تعدي الحاجات منه الى الخليه، بس مش بمزاج الحاجات، لا ده بمزاج الخليه. حاجه اسمها النفاذيه الاختياريه. يعني بص، مش البوابات ديت من فوق لحد تحت، فممكن تسمح بنفاذ الاشياء الى الخليه او من الخليه، يعني لجوه او لبره، ولكن على حسب الخليه عايزه ايه. لو الحاجه اللي واقفه بره وبتخبط الخليه محتاجاها ندخلها، طب لو الخليه مش محتاجاها ما ندخلهاش. طب الحاجه اللي جوه لو الخليه محتاجاها نحبسها جوه ما نخرجهاش، طب الخليه مش محتاجاها وعايزه تتخلص منها نخرجها بره. تمام. يبقى اول حاجه بوابات، يعني ايه؟ يعني تسمح بمرور المواد من والى الخلية، ولكن ركز بقى في الجدار الخلوي المثقب المنفذ، سداح مداح وكل شيء مباح، انما هنا لا بابا، هنا بمزاج انا. هنا حاجة اسمها مهمة جدا، اسمها نفاذية اختيارية. اكتب ورايا يا ولد، اكتب ورايا الكلام ده، والله العظيم هينفعك، والترتيب ده هو ترتيب جوهري جميل. نفاذية اختيارية يعني تسمح بمرور المواد او لا حسب حاجة الخلية. تمام. طب بالنسبة يعني ايه مواقع تعرف؟ هقول لك يعني ايه. حد فاكر هرمون اسمه هرمون الادرينالين؟ خدتوه السنة اللي فاتت، كان بيفرز من الغدة الكظرية، صح؟ هرمون الادرينالين دوت مثلا بيروح يأثر على القلب، ودي المعدة، وهنا الكلية. طب هو عايز يروح يأثر على القلب، ده شكل الهرمون، وهو شعرفه ان ده القلب، لان القلب بيبقى عليه بروتين عامل مستقبل. المعدة ما عليهاش المستقبل ده، والكلية ما عليهاش المستقبل ده. فالادرينالين، اصل الادرينالين ما بيشوفش، هو بيمشي زي اللعمة بيحسس. لما بيلاقي المستقبل بيبقى كأنه موقع تعرف، فلما يلاقي المستقبل يقول ده القلب، فيمسك في القلب ويزود ضربات القلب. مش الادرينالين ده بتاع حالات النكدة والطوارئ، لما واحد يشوف تعبان او يتخض او يدخل خناقة او يبقى خايف او الكلام ده، فيبقى عايز ضربات القلب تزيد ولا تقل، تزيد، فيمسك الادرينالين في المستقبل اللي خلاه يتعرف على القلب دونا عن باقي الايه، عن باقي الاعضاء الاخرى. يبقى هي وسيلة تعرف، مواقع تعرف للهرمونات والإنزيمات، علشان هي الخلية الهدف بتاعتها، فتعرفها دونا عن باقي الخلايا. سهلة ولا مش سهلة؟ سهلة إن شاء الله. تمام. يبقى احنا كده عرفنا وظيفة البروتينات التي تعمل كبوابات ومواقع تعرف. بوم بوم، بروتينات مطمورة، بوابات ومواقع تعرف. افتكر البوابات ان هي بتبقى نفاذية اختيارية، مش سداح مداح وكل شيء مباح، لا كل حاجة بحساب. هتدخل يبقى على حسب حاجة الخلية، هتخرج برضو على حسب حاجة الخلية. والمستقبلات عشان الانزيمات والهرمونات تتعرف على خلية بعينها دون عن باقي
الخلايا. ايه وظيفة الغشاء؟ اول وظيفة للغشاء ان هو بيفصل ما بين مكونات الخلية والبيئة الخارجية، لان لو مفيش غشاء هيحدث، لو مفيش غشاء تتبعثر مكونات الايه الخلية. يبقى هو بيعمل على فصل مكونات الخلية عن البيئة الخارجية. رقم اتنين، افتكر بقى الوظيفة دي النفاذية الاختيارية، اللي هو السماح بتبادل المواد من وإلى الخلية، بس الفكرة ان هي على حسب حاجة الخلية. يا سلام على الكلام كده، احنا خلصنا الغشاء الخلوي تمام جدا. بس بالله عليك، بالله عليك، فيديو المذاكرة مهم، يعني بعد ما تخلص الكلام دوت تجري على المنصه تسمع فيديو المذاكره وتسمع وتحل الواجب على طول. بس ان شاء الله ينزل الايه اليوم الجاي، لو احنا السبت يبقى هو الثلاث، لو احنا الثلاث يبقى هو السبت. طيب وماذا بعد؟ الحاجه اللي عليها الدور النواه. النواه بتبقى يا اما دائريه يا اما بيضاويه، وغالبا غالبا بتبقى في منتصف الخليه، بس على فكره ممكن تبقى بريفرال يعني طرفيه، ممكن تبقى في طرف الخليه عادي، ولكن هي غالبا في وسط الخليه. وقلت لك يا اما تبقى دائريه يا اما تبقى ايه، يا اما تبقى بيضاويه. مما تتكون النواه من اربع حاجات، والرسمه بتاعتها مهمه جدا. طيب اول حاجه عندها حاجه اسمها غشاء نووي، والغشاء النووي انا قايل لك ان هو ميم ميم. يعني ايه ميم ميم؟ يعني مزدوج عباره عن طبقتين ومثقب في فتحات، اهو عباره عن طبقتين زي ما انت شايف. تاني حاجه في فتحات، ليه الفتحات دي؟ هقول لك كمان شويه عشان الحاجات تدخل وتخرج، بس الحاجات هقول لك كمان شويه. بعد كده بيبقى فينا هوت سائل هلامي شفاف اسمه السائل النووي. لا 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 الله. طب تخيل الغشاء بتاع النواه اسمه ايه؟ غشاء نووي. طب السائل اللي في النواه؟ سائل نووي. احسنت. طيب وبعد كده في حته كده السكرتيره بتاعت النواه اسمها النويه، تصغير نواه. عارف شجره شجيره، ورقه وريقه، نواه نويه. طيب في بقى حاجة كمان مهمة جدا 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 اسمها الشبكة الكروماتينية، اللي هو الكروماتين اللي بيعمل بعد كده الكروموسومات. لأن الكروماتين ممكن يبقى شبكة كروماتينية عاملة كده، وممكن يبقى كروموسومات عاملة كده، ويمكن يبقى كروماتيدات عاملة كده. متى يكون هكذا؟ في الطور التمهيدي، أو بنسميه الطور التحضيري، وكمان الطور البيني. يا ناس يا اللي خدتوا انقسام ميتوزي، وبيبقى في الشكل دوت في الطور الاستوائي، وبيبقى كده في الطور الانفصالي والنهائي. بص معايا، الخليه هخلص من الحته دي بسرعه. الخليه في حالتها الطبيعيه بيبقى عندها مثلا 46 كروموسوم احادي، يبقى عندها 46 جزء دي ان ايه، لان كل كروموسوم من دوت بيبقى فيه جزء دي ان ايه. الخليه عشان تنقسم بيحصل لها حاجه اسمها تضاعف. اكتب معايا الكلام ده يا ولد، تضاعف. فيبقى عندها 46 كروموسوم بس ثنائي الكروماتيد، اتنين في بعض، فيبقى عندها 92 جزء دي ان ايه. الله. بعد كده الخليه يحصل لها انقسام ماله؟ انقسام ميتوزي، فتدي خليتين، كل خلية فيها 46 أحادي، 46 أحادي ب 46 دي ان ايه. تاني، الخلية بتعمل ازاي؟ كده 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 الله كده 46 أحادي بقوا 46 ثنائي، 46 أحادي ب 46 أحادي. دي الخلية العادية، بيحصل لها تضاعف، بعد كده بيحصل لها انقسام. تمام؟ حلو جدا جدا جدا، تمام جدا جدا جدا. تعال بقى نشرح كل واحدة من دول. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة رقم واحد، الغشاء النووي ميم ميم مزدوج ومثقب. لماذا مثقب؟ حتى يسمح بخروج حاجات من جوه لبره الخليه. هقول لك ايه هي الحاجات ديت. طيب رقم اتنين، السائل النووي الهلامي الشفاف. هلامي يعني لازق كده،
وشفاف. رقم 3 النواية اللي بنقول عليها السكرتيرة بتاعة النواة. تعرف ده معناه ايه؟ معناه ان كل مكان، عارف لما يبقى مثلا شركة مالتي ناشونال ورئيس الشركة او المدير التنفيذي السي او بتاع الشركة بيبقى عنده مشاغل كتير قوي، كل ما كانت الشركة نشطة كل ما كانت الخلية بتفرز اكتر، كل ما كانت محتاجة نشاط اكتر فيبقى عندها عدد نويات اكتر، يبقى النويات دي قد يزداد عددها امتى؟ في حالة نشاط الخلية. طب هي الخلية النشطة معناها ايه؟ معناها في حالة زيادة افراز الخلية. ثانية واحدة، يعني لو الخلية دي بتفرز هرمونات وانزيمات كتير معنى كده ان الخلية دي نشطة وشغالة عمالة تفرز 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 تفرز، فنواية واحدة مش هتكفي، فممكن تلاقي في النواة اكتر من نواية، مش نواية واحدة، اكتر من نواية في نفس النواة. يبقى متى يزداد عدد النويات؟ في حالة نشاط الخلية وزيادة افرازها للهرمونات والانزيمات. طيب تعالى بقى نتكلم عن المادة الوراثية للخلية، وبص معايا على اللي جاي دوت لانه كلام مهم جدا. بص يا عم حاج، المادة الوراثية بتاعت الخلية عبارة عن الآتي، بتبقى عبارة عن كروموسومات، دوت اسمه كروموسوم. الكروموسوم عبارة عن اتنين كروماتيد متصلين عند السنترومير، القطعة الوسطية. الكروماتيد دوت لو احنا فردناه هنلاقيه عبارة عن كروماتين، والكروماتين زي ما انت فاكر بروتين بسيط ولا مرتبط؟ مرتبط. ما هي البروتينات كان في منها بسيطة زي حاجة اسمها البيومين، وفي منها مرتبطة زي الفسفور في الكازين والحديد في الهيموجلوبين واليود في الثيروكسين والدي ان ايه في الكروماتين. فاذا بروتينات، يبقى هو عبارة عن بروتين مرتبط. مرتبط ازاي يعني؟ عبارة عن بروتينات مرتبطة بالدي ان ايه. البروتينات دي اسمها هيستونات، هيستونات. يبقى هي عبارة عن دي ان ايه ملفوف حول مجموعة من الهيستونات. طب والدي ان ايه دوت بيتكون من ايه؟ من جينات. هذه الجينات مسؤولة عن شكل، مسؤولة عن شكل وبنية الخلية، شكلها وتركيبها عامل ازاي، ومسؤولة عن وظائف الخلية وعملياتها الحيوية، ومسؤولة عن نقل الصفات الوراثية للأجيال التالية. يبقى ما هي وظيفة الـ DNA أو الكروماتين؟ ثلاث حاجات، هو اللي بيحدد شكل الخلية عاملة ازاي وبنيتها تركيبها وشكلها، وبيحدد وظائف الخلية وعملياتها الحيوية، وبينقل الصفات الوراثية من الآباء للأبناء. هو أنت صفاتك الوراثية منين؟ من والدك ووالدتك. مش أنت خدت من والدك 23 كروموسوم نون من الحيوان المنوي، وخلت من والدتك 23 كروموسوم نون من البويضة؟ يعني بص كده إيه اللي حصل عشان نعمل نقل للصفات الوراثية. الأب والأم دوت 2 نون وهنا 2 نون، 46 كروموسوم و 46 كروموسوم. الاب بيحصل له والام بيحصل لها انقسام. حد يقول لي مايوزي ولا مايتوزي؟ مايوزي. يعني بيحصل حاجه اسمها اختزال للصبغيات. طيب الاختزال ده هيخلي ال 46 23 كروموسوم وهنا 23 كروموسوم. بعد ما كانت 2 نون هتبقى نون، بعد ما كانت 2 نون هتبقى نون. دي كانت ايه؟ دي كانت خليه من الخصيه ودي خلية من المبيض. الخصية هتدي حيوان منوي بيبقى شكله عامل كده، والمبيض بيدي بويضة. يبقى فينا هوت حيوان، مش بشتمه، هو اسمه كده حيوان منوي، وهنا ايه؟ بويضة. بعد كده بيحصل عملية اسمها عملية اخصاب، فيندمج نواة الحيوان المنوي او تندمج نواة الحيوان المنوي مع نواة البويضة فيكونوا حاجة اسمها زيجوت.
نون زائد نون بيدي زيجوت او لاقحه 2 نون. اللاقحه بعد كده بتبقى جنين، والجنين يكبر ويبقى طفل. مبروك، الطفل دلوقتي خد الصفات الوراثيه من الاب والام عن طريق الكروموسومات، يبقى دوت فعلا مسؤول عن نقل الصفات الايه الوراثيه. طيب هو ازاي الوظيفه بتتحدد او الصفه بتتحدد؟ بص معايا على التتابع دوت. دي كده نواه الخليه، ثانيه واحده، ده غشاء النواه، الغشاء النووي، وهو مزدوج ومثقب. النواه بقى داير ما يدور فوق كده، وهنا السيتوبلازم، وده الغشاء بتاع الخليه. حلو قوي. وفي حاجه هنا اسمها الريبوسوم. الريبوسوم دوت عضي هناخده الحصه الجايه ان شاء الله، مسؤول عن تخليق البروتين. ايه اللي موجود هنا؟ الدي ان ايه. يبقى ده كده دي ان ايه. الدي ان ايه هو المسؤول عن اظهار الصفات الوراثيه لا البروتينات. بيبقى فينا هو البروتين هو اللي بيظهر الصفه الوراثيه، اظهار الصفه الوراثيه. طب هو ازاي الدي ان ايه هو اللي فيه الجين اللي فيه الصفه الوراثيه واللي بيظهر الصفه الوراثيه البروتين؟ لان في تتابع بيحصل. بص بقى يا عم الحاج، اول حاجه بتحصل عمليه اسمها عمليه نسخ. نسخ ايه؟ نسخ الدي ان ايه الى ار ان ايه. الار ان ايه بيتنسخ جوه النواه ويخرج بره النواه. اها انا فهمت، انت جاي تشرح لي لماذا الغشاء النووي مثقب، صح؟ عشان الار ان ايه ينتقل من النواه الى السيتوبلازم. العمليه دي قلنا عمليه ايه؟ نسخ. بعد كده الار ان ايه هيروح للريبوسوم عشان يعمل له عمليه ثانيه اسمها عمليه ترجمه، فيترجم الار ان ايه الى بروتين، والبروتين بقى مسؤول عن اظهار صفه وراثيه معينه. يبقى التتابع اهوت، بص كده، دي ان ايه بيتنسخ الى ار ان ايه، يخرج للسيتوبلازم يترجم الى بروتين، والبروتين يظهر صفه وراثيه معينه. العمليه دي اسمها نسخ. ده بيبقى موجود في النواه. دوت بينتقل من النواه الى السيتوبلازم عبر ثقوب الغشاء النووي. بعد كده في عملية اسمها عملية ترجمة بواسطة عضي يسمى الريبوسوم. بعد كده البروتين يتكون في النواة في السيتوبلازم. طبعا عملية الترجمة في السيتوبلازم برضه. يتكون في السيتوبلازم وينتقل إلى داخل أو خارج الخلية عشان يظهر الصفة الوراثية المعينة. آه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اتكلمنا عن أول صور من أصوار الخلية وهو الجدار، اللي كان عبارة عن سليلوز اللي هو سكر معقد بيتكون من وحدات تسمى الجلوكوز اللي هو سكر بسيط. والسليلوز ده هو كان محب للماء منفذ، وكان سداح مداح وكل شيء مباح. وبعد كده اتكلم، وكان على فكره موجود في النبات والطحالب والفطريات وبعض انواع البكتيريا، ومش موجود في الحيوانات. والجدار الغشاء اللي بعد كده اسمه غشاء بلازمي، كان عباره عن طبقتين، رؤوس محبه للماء وذيول كارهه للماء. اصل بره الخليه في ميه وجوه الخليه في ميه، فلازم الرؤوس تبقى بره وجوه. وكان فينا هو بومبوم، بروتينات مطمورة، بوابات ومواقع تعرف. وكان في كوليسترول بيعمل على الثبات والتماسك. وكان في شوية كربوهيدرات. تمام؟ تمام. بعد كده اتكلمنا عن نواة الخلية اللي عندها غشاء مزدوج ومثقب وعندها نوية أو أكتر على حسب نشاط الخلية، وعندها سائل نووي
وعندها كروماتين عبارة عن دي ان ايه ملفوف حوالين البروتين، ممكن يبقى في الشكل ده شبكة كروماتينية او كروموسومات مزدوجة، مزدوجة الكروماتيد او مفردة الكروماتيد. ده في الطور الاستوائي، ده في الطور الانفصالي، والطور الايه والطور النهائي. تمام، ويبقى كده بفضل الله خلصنا الدرس الاول. تاني باكد عليك، ما يفوتكش العرض بتاعي على المنصه، والناس المشتركه على المنصه ما يفوتكش فيديو المذاكره. وبعد ما يفوت بعد فيديو المذاكره اقعد حل الواجب لوحدك، حل الاسئله لوحدك، وبعد ما تحل لوحدك تسمعني وانا بحل معاك. وصدقني الاسئله على الدرس ده بالذات مش كتير، مش تاخد مننا وقت، بس هتثبت المعلومه كويس جدا. ربنا يوفقكم يا شباب، وان شاء الله ان شاء الله اللي جاي يكون امتع. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والعصر، ان الانسان لفي خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. احبكم في الله، وما تنسوش دايما 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 صلى على رسول الله. السلام عليكم. صبري يا نفسي، صبري يا نفسي، معنا الله مشوار الطب، مشوار الطب بدأنا خطاه.